نسيت فين الطريق وبالآخر انتهينا كل واحد منا راح يشكي من التاني جراح وما عدنا التقينا ما بنسى وقت اللي مشيت ودعتك وانت اللي بيت غفي وبعينيك دموع ما نزلوا كروا رجوع وقلت اللي بغصى روح انت القاسي علينا عمري بيخلص هون وبتخلص لحكاية دني ما لا لون وصلنا للنهاية يلق وقف الكون وانكسرت المراية لملمنا هالجروح صعب تتنسى رح اشتاق لك صير لاي حلمي بأحلامك قدمت اللي كتير الله يحلي أيامك وتكفي المشوار مع غيريش نهار ينسيك الماضي وعذابك معي رح اشتاق لك صير لاي حلمي قدمت اللي كتير الله يحلي أيامك وتكفي المشوار مع غيريش نهار ينسيك الماضي وعذابك معي عمري بيخلص هون وبتخلص لحكاية دنيا ما لا لون وصلنا للنهاية هلأ وقف الكون وانكسرت المراية لملمنا هالجروح صعب تتنسى أكيد إنه مروان غنى حلو مثل العادة كمغنى ولكن أنا اللي بدي أقوله اليوم إنه أول شيء القرار عند مروان حسيته مخنوق يعني مروان صار لازم يكون يعرف اليوم إنه لو أنا عم غني بالقرار ولو عم غني بيانيسيمو يعني بصوت واطي بلا باور البوزيسيون تبع الصوت ما لازم تتغير ما لازم حس إنه وقت اللي عم بيعرب وعم ينزل بالقرار بالعربة خنق الصوت على الواطي بعدين رجع شقل هيدي أول شغلة وبعدين نفسه مبين كتير مشان يعني عم نسمع كتير صوت النفس وهيدا الشيء عم بتعبه بالأفلات وبآخر الجمل ولازم ينتبه لهم ولازم يرجع ينتبه على فتحة التم بالنوتات العاليين لأنه في كذا مطرح على أعلى شيء كان مسكر نوك اليوم مروان عم بغني كتير حلو بس لازم يبلش يهتم بصوته كإنسترومنت كآلة موسيقية هو عنده إياها بجسمه ما لازم بس يتكل إنه أنا بغني حلو لأنه هو الأشياء فيهم يأثروا على صوته على المدى البعيد بلش بالاشياء الايجابيه مروان صوته كثير حلو عرضان خاصه بالقرار بس كان في ياخذ طبقه شوي اعلى تبين لمعيد صوته هلا في شغله بمروان بحب اقولها انه مروان ما بيسمع الكلمه مروان مثلا بنقول له بهالطريق لازم تروح على الشمال هو مقتنع انه الطريق على اليمين نحن هون بالأكاديمية نحن كل الأساتذة موجودين تنساعد التلاميذ تيوصلوا بحياتهم ونمشيهم على السكة وهن بعدين بياخدوا طريقهم لما الإنسان بيكون مشبص بهالشكل توصل لعوقت الطريق تنقطع وهيدا ما بدنا إياه لأنه صوته كتير حلو من أجمل صوت بالأكاديمية إن شاء الله ياخدها بعين الاعتبار قبل ما يكون كتير too late
واضح انه مروان صوته كثير محسن وهو محسن لانه بالبرايم كان رائع، وهلا غنى حلو والغنية حلوة اللي منقيها، اختيار الاغنية حلو، غنيها باحساس حلو. انا ما عندي مشكلة ابدا انه في اثنين عم بيمثلوا مش هو، يعني هو عم بيطلع عليهم، انا بشوفها يمكن فكرة جديدة انه هو يكون قاعد وعم يمسك لها ايده وهي عم تبكي وهو عم يبكي، ما عندي هالمشكلة، بس كان بدها شغل اكثر، كان بدها يعني كان بدها يبين وكأنه هو عم يطلع على حاله شو صار معه. صعبة بس عنده فكرة، ورافائيل كان كتير منيح بالدور، كان احساسه حلو، بالعكس انه حنان كانت اقل هالمرة، هيك مبينة متصنعة باللي عم تعمله، ما كانت إلا بالعادة يكون وجه صادق أكتر، رافائيل كان صادق أكتر، في ساعة عم تبرم في وقت عم يبرم، يعني حسيت إنه عامل عم بحاول يعمل شغل. نحنا أكيد هون منا جايين ناخد فكرة كاملة لأنه هول أولاد، وبعدين الكاميرا صار فيها خدع فيها ميت شغلة، يعني بتضطر دينا تقعد تعمل هيك للساعة إنه الوقت عم يبرم، بس أنا لقيت مثلا إنه فيها فكرة إنه هو عم بيطلع على حاله على قصته، منا عطلة. وطبعا انه مروان صوت حلو كتير مثل ما قلته، وهذا الشيء واضح وعم ببين يوم ورا يوم. تنبلش بالشق الايجابي، والشغلة الايجابية بتصور انا لقلي الوحيدة هي انه مروان صوته كتير حلو، وهو عارف هيدا الشيء ويمكن متكل على هيدا الشيء. بس بالنسبة للمشهد انا بدي يكون شوي صارمة، لانه هو مسؤول عن المشهد اللي عم يعمله. أول شيء تحية لرافائيل وحنان، لأنه أنا لوليهن ما شفت مشهد، يعني شفت مروان عم بيتمشى ويغني، حتى بعتذر يعني إحساسه ما كان قد المشهد، يعني هن اللي عطوا إحساس للمشهد مش هو، يعني ما حسيته معني، حسيته بس عم بيتفرج على اللي عم بيصير. بعدين قصة الخاتم يلي شفنا شايفينها بميتين ألف فيديو كليب، وهالكليشيه هيدا إنه عم بيهديها الخاتم، لا يعني معلش بعدني بفضل يمكن ما يكون في اشياء هالقد شايفينها هالقد كليشيه. دينا واقفه عم بتحرك الساعه، اوكي مني ضد ولكن كمان مني مع، لانه كتير بشع انه نشوفها واقفه وعم بتحرك الساعه، ما هي فكره الاغنيه الكلام اللي عم ينقال والساعه والوقت وكيف هالعلاقه هيك انكسرت، ما واضح مش ضروري حد يحط لي حدا عم بيحرك لي الساعة. يعني بعتذر اقول انه كفيديو كليب انا ما شدني، بالعكس يعني يمكن شغلة عملها مروان مش بقصده، بس هو بكل يلي عمله نحن اطلعنا على رافائيل، يعني انا لفت لي نظري ايداء رافائيل وحنان، يعني عمل شيء ضده، علما انه اكيد ما فيني انسى انه صوته وكتير حلو كيف بيغني وشوال أغنية كتير حلو، بس كنت تمنيت لمروان بالذات، لأنه مروان بحاجة ليكون ليشتغل على حضوره أكتر، كنت تمنيت لمروان بالذات يكون معني أكتر بالمشهد، لو بلحظات هو أخذ دور رافائيل، يعني لو كان في تداول بالأدوار ولنه لجملتين موسيقية، هيدي شغلة أنا لإلي مش مسموحة بهيك إيفال خاصة بهالمرحلة. أنا رح أحكي عن الصوت، أكيد أنه مروان من الأصوات الكتير مميزة بالأكاديمي، والدليل أنه عم بيحاول يشتغل هو أنه كان فعلا بالبرايم مميز، مرور ما فينا نتغاضى عن الموضوع. بس هون أنا كنت بشوف أنه مروان بعد في كان يغني بشكل مريح أكتر، لو ما لبك حاله هالقد بالحركة، يعني بالمشي كل الوقت يمكن لبكته زيادة، بس هذا الشيء ما بيمنع أنه كان يعني الجو العام تبع الأغنية حلو، يعني نحنا أسمعنا صوته إذا بديك وشفنا المشهد. بس كنت يعني بتمنى لمروان بالذات ليش ما هو لعب دور رفق؟ ليش ما يعني ليش ما تجرى عم بيخلص حاله او فكره يعني انه بس مروان نحن بحاجه نشوفه عم بيعمل انتربريتاسيون.
بعدني بدي أقول شغلة يمكن صرت قايلتها قبل، إنه مروان كتير بيفكر بالأداء تبعه، كتير بيقرر شو بده يعمل أو أي عربة. أنا مع بعد إنه يفلت إحساسه أكتر، لأنه نص المغنى أو أكتر هو إحساس، هو شعور، هو إني أنقل شعوري وأحاسيس للآخر بإنسيابية. إن شاء الله مروان مع التقدم اللي عم نشوفه أكيد، والجهد يلي عم بيحاول يبذله تيتقدم، إنه يقدر يوصل لهيدا النقطة اللي عم بتخيل، بصير شيء كتير حلو إنه هالصوت يكون فعلا هالقد عفوي وهالقد طبيعي، والوقت نفسه ممزوج بالتقنية والعلم.